السلام عليكم حبايب قلبي جميعا، وين ما كنتوا الله يسعد أيامكم ويسعد أوقاتكم جميعا بكل خير. وأنا اشتقت لكم كتير وما بحب طول عليكم بصراحة، بس الواحد بيمرق طبعا بظروف. إن شاء الله خير حبايب قلبي، الله يخليكم ويحفظكم وين ما كنتوا. وأنا جدا صراحة مبسوطة من المشاهدين على متابعتهم لإلي وعلى دعمهم لإلي وعلى الكومنتات وعلى المشاهدات، وإن شاء الله من أزود لأزود إن شاء الله، وبتكبر هالقناة فيكم وبمحبتكم وبدعمكم لإلي. هلا بداية اليوم حبيت صراحة أعمل طبق كتير كتير سهل وطيب، اللي هو كريم كراميل، ومواده جدا بسيطة. بداية عنا هون نحنا 8 بيضات، عندي هون كوب سكر، عندي هون 4 أكواب حليب، وهون برش حامض معلقة وفانيلا. هلأ هون أنا عندي 8 بيضات، ذكرت عندي 6 بيضات بدي حطهم كاملين زائد 2 صفار بس، وأكيد طبعا مع المقادير. هلأ بداية أنا رح حط النص الكوب هيدا السكر بقلب القالب اللي أنا حأعمله منشان أحرق السكر، والنص التاني بنحط هاي بهون بهيدا الخليط. هلأ أنا هون رح فرجيكم لحتى نحط نص القالب السكر بالقالب. هلأ هون حبايبي أنا رح حط هيدا النص السكر، كوب السكر بهيدا القالب. هلا بنضل طبعا منشان بحركه، هلا منشان حتى يصير لونه مثل الكراميل، كلنا بنعرف كيف يعني. فانا لحتى ما نطول الفيديو بس خلص الخليط نروح نبلش بالتطبيق. هاي المقادير هونيكي، خليكن معنا. هلا حبايب قلبي انا بما انه السكر على النار بده وقت شوي لحتى يتكرمل، حطيت انا هون ال6 بيضات زائد 2 بيض زائد النص كوب سكر. هلا راح نحط هيدا الفانيلا، وهون برش الحامض، هيدا جدا مهم بيعطي نكهه وطيب طيب كتير مع الكريم كراميل. هلا انا راح اخفقهم لهو مشان الصوت بتعرفوا، مش راح اخفقهم هيك مزعجكم، فرح انا اوقف شوي مشان اخفقهم، وبعدين بنضيف الحليب اللي هو 4 كواب حليب، 4 اكواب من الحليب، 4 كبايات. يلا خليكن معنا. هلا حبايب قلبي انا خفقت البيض طبعا مع السكر مع الفانيلا وبرش الحامض، وحطيت الحليب 3 كبايات وهيدا الكوب الرابع. وهلا بنكمل خفق شوي لحتى ينخلط المزيج منيح مع بعض، وبعدين بنفرجيكم الخطوة التالية اللي هو بنحطه على بالقالب على خليط الكراميل اللي هو السكر المكرمل. يلا خليكن معنا. هلا انا هون حبايب قلبي هيدا السكر اللي ذوبته خليته لحتى يصير لونه مثل لون الكراميل، بدك تعمليه طبعا هيك، عفوا بس لحتى البس الكف لانه سخن، بدنا نبرمه هيك يعني على كل الجوانب يتغطى هيدا السكر كله. عفوا للكل، شايفين هيك ضلك تبرمي فيه لحتى كل الجوانب تتغطى بهيدا السكر. وهلا بنضيف المزيج، هيدا المزيج خلصناه. هلا بنحطه بالقالب. هلا اذا بتحبوا بتصفوه بمصفية تكون هيك ناعمة. هلا انا صراحة ما بصفي، بس في ناس بحبوا يصفوا، انا من جهتي ما بحب انه صفي لانه في برش حامض، بده يصير يروح البرش الحامض يطلع من ما يبقى بقلب الخليط، فانا ما بفضل يعني صراحة، بس اللي بحب يصفي بيصفي، هيدا شي راجع لإله. هلا انا رح احطهم بهيدا القالب و
ولا فرجيكم، بده يكون عندكم طبعا قالب اوسع من القالب اللي انتو حتحطوا بقلبه الكريم كراميل، وتحطوا بقلبه طبعا مي وبنحط بالفرن. خليكم معنا، هلا انا راح افرجيكم اياه ان شاء الله خطوه بخطوه. هلا انا هون حطيته حبايب قلبي بعيد القالب، وهلا عندي انا هاي الصينيه، طبعا هي اوسع من هاي من القالب، بدها تكون اوطى اكيد من القالب اللي فيه الكريم كراميل. حطيت بقلبه تقريبا شي نص مي. هلا انا راح احط القالب هون بقلبه، هلا بحطه بالفرن. هلا بالفرن بدي خليه انا تقريبا شي 3 ارباع الساعه، بعد منها بنقيمه ونفرجيكم عليه ان شاء الله على الشكل النهائي. وهلا حبايب قلبي رجعنا لكم مجددا بالشكل النهائي للكريم كراميل. حطيته انا مثل ما قلت لكم بالفرن، حطيته 3 ارباع الساعه تقريبا، و طبعا تحت منه بده يكون وعاء اوطى من الوعاء اللي هو فيه، ويكون فيه تقريبا شي نص ماي او تلت ماي، وثلاث ارباع الساعه بالفرن. وبعدين امتو تركته بدك نحطه بالبراد اكيد ليبرد، ما فينا دغري نقلبه لانه بده لحتى يجمد. كمان تركته كم ساعه بالبراد لحتى جمد، وقلبته بهيدا الطبق. وهيدي الزينة كل واحد بترجع هو للشخص، هو شو بحب كيف بحب يزين. انا صراحة هيك حبيته، حبيت زينه بالفرامبواز الاحمر والموف. هيدا عنا نوعين بيجي منه، وهيدا هو. هيدا ان شاء الله بتمنى انه ان شاء الله تجربوه لهي الطريقة، سهل سهل كتير جدا، ومقاديره مثل ما فرجيتكم كمان كتير سهلة. وبتمنى تجربوا وإن شاء الله يعجبكم وبتعطوني رأيكم. وألف صحة وعافية، وبقلكم أنا اليوم بدي قلكم إنه أنا كتير كتير مبسوطة بتعليقاتكم الحلوة، بالمشتركين الجداد من كل الوطن العربي. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله من وين ما كنتوا، ونورتوا القناة. من دخل عندي من مصر ومن المغرب العربي أهلا وسهلا فيهم، ومن سوريا ومن وين ما كان أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي. وإن شاء الله هاي القناة بتكبر بوجودكم وبمحبتكم وبدعمكم لإلي. ودائما أنا أسب لكم فضلا وليس أمرا. بتمنى اللي بيطلع بيشوف يعمل لايك، ما ينسى من إيده الحلوة، وبدعمكم بالاشتراكات كمان. وإن شاء الله ما بتكون إلا مبسوطين، وأهلا وسهلا فيكم.